بسم الله الرحمن الرحيم. اولا تنشكر شوف سبور تي في، يعني شوف تي في، على الاستضافه ديالهم، على التتبع ديالهم. وشوف تي في من الناس اللي ساندوا فاطمه الزهراء فاش دات الميداليه الذهبيه، ومنهم حتى السي سعيد. المهم شكرا جزيلا. بالنسبه للحاله الصحيه فاطمه الزهراء، حنا هضرنا بزاف في هذا الموضوع، وحنا تنوضحوا للراي العام. وفاطمه الزهراء هي تتهضر براسها، تقول لك انا بغيت فحص طبي، انا وهذوك الخمسه اللي معزولين، هذاك الاربعه اللي معزولين ديال الابطالات، الابطال والبطالات. بمعنى احنا ما طلبناش شي حاجه مستحيله، احنا بغينا لجنه، خصنا الناس الجهات المسؤوله تفتح تحقيق فين كاين المشكل. كاين مشكل خطير، ولكن خصهم يفتحوا تحقيق، واستنطقوا عباد الله، ونشوفوا فين كاين المشكل. ما يمكنش دولة سميتها المغرب، اللي عندها تاريخ في رياضة التايكوندو في إفريقيا، رقم واحد في إفريقيا، نجيبوا لها مدرب ما عندوش سي في، ورقة بيضاء، حيت هو فرنسي. عندنا أطور مغربية اللي في المستوى العالي، ولكن تهمشوا. إلا بغيتي تجيب للمغرب شي إطار، خصك تجيب إطار كفء يكون على الأقل. والغريب في الأمر أن التلج بتكون جبتيه للمنتخبات العادية نقبلوها، ولكن المستوى ديال الغونيفو ديال المستوى العالي ديال المنتخب الوطني خاص إطار، خاص واحد يكون محناك، خاص يكون مدرب عنده تجربة، يكون شارك في عدات. دابا ما تسمعوا الناس يقول لك فيليب بويدو مشارك في خمسة ولا ستة ديال الألعاب الأولمبية. احنا ما تنهضروش على فيليب بويدو مدير تقني، لاجوندا ديالو عامره بزاف، ما تيجيش للمغرب مره ولا جوج في شهرين، ولا ما تيجيش للمغرب. احنا تنهضروا على المدرب اللي دار التقرير، واللي تيدرب الناس، واللي الوليدات كلهم اعطاب، وانا تتحمل مسؤوليتي، كلهم تعطبوا. علاش بالضبط فاطمه الزهراء؟ وفاطمه الزهراء من معطوبه، علاش ما داويتوهاش؟ وفاطمه الزهراء من معطوبه، علاش لعبتوها في الاواخر؟ علاش ديتوها الصين تتلعب يوميا، تتلعب مباريات؟ لا تنحمل المسؤوليه لهذاك الفرنسي وللجامعه. وهاد البنت حنا راه تنبغيو سيدنا الله ينصرو، تنبغيو بلادنا، حنا تنقول لعباد الله حنا باغيين نمثلوا بلادنا. فاطمه الزهراء عندها 17 سنه تاريخ، فاطمه الزهراء راه غتقدر تعطينا ميداليات اللي جايين، ولكن خصها حقها. حنا ما بغينا حتى شي حاجه، حنا ما بغينا حتى شي حاجه، حنا بغينا حق ديال هاد البنيه يرجع لها الاعتبار. انا فاطمه الزهراء نفسانيا راه حنا يلاه خرجناها دابا، وباقا نفسانيا ما تتقرا ما تتريني دابا. هادشي اللي بغاو هاد الناس، الا بغاو هادشي راه نحبسو حنا. إيه كيفاش بغيتي هاد الابطال اللي عندنا غادي يمشيو بحال هكا؟ ملي تشوف بطله اولمبيه وتجي تلفق لها، نحلو التحقيق، نعاودو نقولوها. انا من هاد المنبر تنحملهم المسؤوليه لو وقعت البنت شي حاجه. الغريب في الامر ان الفرنسي جمعها قدام اللعابه في فرنسا، ما بغيناش نهضروا. فرنسا جمعها قدام اللعابه وتيهينها، تيقول لها انت مفرعنه، انت كذا. اسمح لي، البنت عندها 17 سنه ما عارفه والو في فرنسا. فاطمه الزهراء بطله المغرب عده مرات في الشابات، بطله المغرب في الكبيرات. فاطمه الزهراء عندها ميداليه ذهبيه في الالعاب الاولمبيه، اول عربيه افريقيه مغربيه اللي تجي ميداليه اولمبيه في الشبان، وثاني مغربيه من ورانا هو المتوكل اللي تجيب ميداليه ذهبيه، ثاني مغربيه نديروا عليها واحد، ثاني مغربيه من ورانا هو المتوكل اللي تدخل ميداليه ذهبيه في الاناث. فاطمه الزهراء عندها ميداليه ذهبيه في الالعاب العربيه، عندها ذهبيه في الدوري الدولي في فلسطين، عندها ذهبيه في الالعاب الافريقيه للشباب، عندها ذهبيه في الالعاب الافريقيه للكبار، عندها عده ميداليات. أحسن رياضية 2018، سفيرة المغرب في الإمارات العربية، كي قلت مع كارلويس ومع السفيرة ديال مع وزيرة الشباب والرياضة ديال تونس، وزيرة الشباب والرياضة ديال الموزمبيق. عرفتي باش تمشي فاطمة الزهراء من لفقي بن صالح تتمثل المغرب مع كارلويس في واحد المؤتمر قدو قداش كسفيرة؟ هذا افتخار. فاطمة الزهراء أحسن رياضية 2018، يعني واش هادشي كله؟ فاطمة الزهراء صحيحة مباراة وحدة عباد الله، مباراة وحدة. فيليب بويدو في واحد التصريح قال لهم لست غبيا انني خليت فاطمة الزهراء. شوف احنا قلب على الحقيقة، علاش ما تلعبتش فاطمة الزهراء؟ عندها ميدالية وحدة تتأهل، حنا بعدا نتأهلوا، نتمنى من الله من ذاك الربعة الوليدات يتأهلوا بعدا، ما نقلبوش على الميدالية الأولمبية، نقلبوا تأهل عاد الميدالية الأولمبية. حنا عندنا أول أقرب الأفارقة ما كانوش أغبياء من خوا الميزان ديال فاطمة الزهراء، كانوش أغبياء.
ولكن خلاو اربعه اللي تسجلوا منهم داك فاطمة الزهراء غتلعب مباراه مع اللي هي المصنف رقم واحد في افريقيا غتلعب مع الاخره فيهم يعني باذن الله. نتمنى التوفيق لذاك الوليدات. حاجه واحده نقطه مهمه عافاك مدام مستا، هذوك الوليدات راه تحرشوهم على يد المنتخب بان انا ضدهم والسعودي تيضرب داك الولاد داك الوليدات وليداتنا. ونهار اللعب ان شاء الله الرحمن الرحيم تنوعدكم انا وفاطمة الزهراء غنجيو نشجعوا الابطال كاملين، غنشجعوا اميمه، غنشجعوا ندى، غنشجعوا عمر، غنشجعوا محبوبي. حنا مغاربه وغنشجعوا مغاربه ونتمنوا انهم يتاهلوا بربعه، والله على ما اقول شاهد. ولكن انا نظر على حق البطاله اللي ضاع، وانا راه لا اله الا الله محمد رسول الله، انا راه ما عنديش امكانيات، راه الاخوان انا ما عنديش امكانيات اللي غادي ندافع عليها باكثر من هذا الشيء. تنشكر الاعلام كامل اللي مساند فاطمة الزهراء، تنشكر الجمهور اللي ساعدنا اللي وقف اللي وصل لهذا، تنشكر الناس اللي تعاطفوا مع هذا البنت، لان البنت مأدبه، البنت مخلقه، البنت مربيه بشهادات الجميع. إذا حرام حرام والله، ما بغينا نحبسوا هادشي والله حرام خويا حرام.